مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ضمن برنامجكم ضيف خاص. في مثل هذه الأيام تحل ذكرى انقلاب الصخيرات، وهي الذكرى 49، والتي حدثت في 10 يوليوز من سنة 1971. 49 سنة مرت على هذا الانقلاب الفاشل. سنناقش في هذه الحلقة كواليس ما قبل الانقلاب، ماذا وقع في مدرسة أهرمومو، كيف تم خداع مجموعة من الجنود واقتيادهم إلى جحيم الصخيرات، وهنالك مواضيع أخرى سنتركها مفاجأة ضمن برنامجكم ضيف خاص. ومعي ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ محمد متقي الله، وهو رئيس تنسيقية ضحايا أهرمومو. سي محمد متقي الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا ضمن هذه الحلقة، وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم، شكرا لكم جزيل الشكر لتذكيرنا في هذا الموضوع وهذه المناسبة اللي هي بالنسبة لنا حدث مؤثر جدا، ولن ننساه ونعيشه بلحظاته كأننا في ذلك اليوم. نعم سي محمد متقي الله، أول سؤال كيتبادر لي الذهن، شنو هي علاقتك بالجيش وكيفاش التحقتي بالجيش؟ أولا وقبل كل شيء، قبل التطرق لهذه النقطة ديال يعني كون أنني بأن أن أكون في صفوف الجيش لم تكن تخطر على بالي في وقت ما. كنت بالدراسة، كنت متفوقا في دراستي الابتدائية والثانوية، وكنت بدون افتخار وبدون يعني بدون مزايدة، كنت أقرر في قرارة نفسي في ذلك الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذ الأسرة البسيطة التي تربيت فيها، يعني نظرا لتعدد الأفراد وبطالة الأب وقلة اليد الذي كان يمتهن مهنة فقيه. فقيه يعني يدرس التلاميذ الصغار في الكتاب، وتتلمذت عليه أنا كذلك. يعني كنت يعني كما تنقولوا ذاك المثال تقول لي خلى لي بوشي عقبة يطلع، كنت أتمنى أن أكون في التعليم، لكن شاء قدري بدون استئذان يعني ما شعرش في واحد في سنة 69، يعني خلال سنة 68-69 بعثت بطلب في إطار التقدم لبعض المباريات، من ضمنها كان اختياري الدرك الملكي، بعثت بتلك الطلب ونسيته يعني ما ديك الساعة باقي أنكور يعني باقي تنقراو، حتى السنة نهاية السنة يعني في شهر 30 يونيو من سنة 69 تفاجأت باستدعاء أتت به فرقة الدرك الملكي لكي ألتحق بالمدرسة العسكرية أهرمومو من أجل الخضوع لمباراة في الموضوع لكي أصبح في أسلاك الدرك الملكي. ف مع نفسي يعني بحكم أول تجربة وبحكم عمري ذاك الوقت يعني 18 سنة، قلت غادي نمشي نشوف أنا مستوايا واش كاين، بغيت يعني هذاك هذيك المباراة مشيت غير حب الفضول والاستطلاع. أول يعني أول مباراة في حياتي في منذ يعني وأنا في عز الشباب، الأب ديالي قال لي غتمشي شوف باش تدير وكذا وكذا. بقينا تنسولو بعدا، أولا لقينا هذيك المدرسة أهرمومو ما عرفناهاش، ما عرف واش الناس ما تعرفوش قليل فين يعني. نعم. الناس دابا الآن المشاهدين كيسمعوا بأهرمومو ما عارفينش هاد المدرسة فين جات. هاد المدرسة هذه ممكن تعطيها لنا جغرافيا لما قريبة فين جات في البلاصة الموقع الجغرافي ديالها؟ هي الآن هي عبارة ليست بمدينة أو قرية، أهرمومو هي أهرمومو
تتواجد في قبائل بين قبائل بني ورين، يعني قريبة لصفرو تقريبا بشي 50 كيلومتر، وبعيدة على فاس بشي 70 كيلومتر. وفي ذلك الوقت كانت تابعة لإقليم تازة. إقليم تازة الآن هي الآن تابعة لإقليم صفرو، وبقيت على حالها، ما بقاش ممكن شي تغيير الى اخره في هذا الاطار، نظرا لما حدث في 10 يوليو ذاك اليوم. يعني حتى المنطقه اصبحت منبوذه وعوقبت عقابا شديدا، حتى الطوب والحجر. هذه المدرسه هذه ممكن تعطينا الداخل ديالها كيفاش كان؟ يعني شنو هي الداخل اللي بغينا نقولوا تقسيمات ديالها من المكاتب، من كذا، اماكن تدريب، اماكن كذا؟ على شحال من هكتار كانت هذه المدرسه هذه؟ المدرسه تقع في موقع استراتيجي اختاره المعمر لما احتل المنطقه، و يعني وجد فيها طموحات التي يطمح إليها من موقع جغرافي ومن مساحة لتقدر ب 32 هكتار. المدرسة بناها المعمر سنة 53، وهي عبارة عن عمارات يعني بدك الطراز ديال الأوروبي، يعني 4 طوابق وطابق سفلي ومسقفة بالقرميد الأحمر، يعني وعلى شكل على شاكلة ما يوجد بالمساكن التي تكون في مناطق جبلية. والمدرسة كانت بها مرافق متعددة، من مطبخ، من مخزن للعتاد، من يعني من مستودع لبعض الآليات، وبها عمارة أخرى للدراسة. يعني كانت عبارة عن أقسام للدراسة، يعني على شكل ما كنا عليه في التعليم المدني، يعني بأقسام، بكراسي، بسبورة إلى آخره. وكانت هناك مرافق أخرى خاصة ببعض التدريب، كتدريب على الخرائط يعني ديال الطوبوغرافيا التي كانت مادة من المواد المهمة، تعرفك بالخارطة وما فيها من يعني من تتعلم على هذيك الخارطة باش في الحرب تكون عندك مفتاح الخريطة، ومفتاح الخريطة كيكون عندك. مسائل أخرى، كانت إدارة خاصة بعبابو، المكتب ديالو، يعني كما تنسميوه بالمصطلح لو بي سي، لو بوست كوموندمون، به يعني فيه المكتب ديالو، فيه كاين البلانطو ديالو، اللي داك الحاجب اللي تيتسخر، كاين فين كديروا التير، كتخرجوا للساحه. التير كاينه ثاني مساله ديال الرمايه، كاين حقل للرمايه خارج المدرسه، خارج مسيج على المواطنين، يعني ما وصلوش لهذيك المنطقه بحكم ان كاين رصاص، كاين كذا. ونقطه اخرى ثاني، كاين الرمايه وكاين حتى فنون الحربيه، يعني الكومبا، يعني كيفاش تتعلم، كيفاش ترصد العدو، كيفاش الهجوم، كيفاش الهجوم المضاد، كيفاش اشياء كثيره ومكثفه. والغريب في الامر وهو ان المدرسه كانت مثاليه وكانت نموذجا، يعني بالنسبة لإفريقيا كانت تعد من المدارس النموذجية، حيث كان يزورها بعض الضباط من بعض الدول الأفريقية. وأغتنم الفرصة لذكر أن الجيش الموريتاني زارنا في مرة وجاب المرافق ديال المدرسة برفقة الكوموندو آنذاك بابو مدير المدرسة، يعني وشافوا داك الشيء وداو من عندنا نيت بعد المعلومات في اطار الكتب، اللي كانت كتب هي
كل كتاب عنده تخصص، هذا ديال ترانسميسيون في مثلا داكشي ديال السلكي ولا سلكي، هذا ديال الاسلحه، هذا ديال سميتو عليه ديال الطوبوغرافيا، هذا ديال الهندسه العسكريه، كانت مصممه ومؤلفه وموقع عليها امامه. السميه نعم. السميه ديال هرمومو، هاد السميه هذه كنسولو حقيقه حتى واحد يعني ما كيعطيك الاسم الحقيقي، يعني الاسم الحقيقي ديال هرمومو منين جات هاد السميه هذه؟ اهرمومو هي اهرمومو ماشي هرمومو. نعم. يعني بالالف كتكتب. هي هي حيت تنقولوا كما نقولوا في النحو في الجرامير، يعني ما تندوش على بحال دابا اسم مدينه، يقدر واحد في الناظور يقدر يدير لها رقابه، وواحد اخر ما يديرش لها رقابه. كذلك يعني في هرمومو هو كلمه يعتبرها البعض والكثير يقولون بانها بربريه او ما شابه ذلك، بل بحسب المصادر تقول بان كلمه هرمومو هي كلمه مركبه من كلمتين فرنسيتين تعني ماغازان دغمومو، يعني مخازن الأسلحة السلحة. وكذا هنا كانوا السكان بالفضول ديالهم، وكانوا يشوفوا هذوك المعمرين اللي كاين تما تيهضروا بيناتهم، كاين اللي تيشقم شي كلمه جوج، بحال كما نقولوا حنا المدرسه السبلونيه تيقول لي السكويله الى اخره، هما تيقول لي ديريكسيون ماغازان دارمومو، الناس بقات تتلوك هذيك الكلمه، تعجنت ولات تقال فين غادي هرمومو هرمومو هرمومو، بقى بقيه تحمل هذا الاسم. هذا المدرسه كان اللي كيتراسها انا ذاك هو ادريس بن عمر، ثم غادي يجي بن عمر نعم، ثم غادي يجي محمد عبابو. كيفاش جا؟ لا ماشي لا يعني بغينا تذكرنا هاد الترانزيسيون كيفاش وقعت. لا الترانزيسيون غادي نعطيك لا ترانزيسيون، كي قلتي انت كان اول واحد سميتو ادريس بن عمر. نعم. جا من بعده واحد الكولونيل يقولوا له كولونيل الدمناتي. الدمناتي ياك. يعني كل واحد تيقضي واحد الفتره معينه تيتم تيعاود يتنقل لشي مهمه اخرى، يمشي ليطا ماجور ولا تيكون تيطلع كراد تيمشي لشي جهه اخرى. نعم. هذا الشيء يعني ذاك الترقيه وهذا كانت كانت جانبيه العمل. وملي تيقضي الانسان في واحد المؤسسه او كذا بحال هكا، يعني عامين ثلاثه تيتبدل تيجي واحد اخر يخلفوه، هو ثاني تيمشي في مهمه اخرى احسن من هذا. كان داز من مورا هذا كان الدمناتي، كان شي واحد اخر ما لا اتذكر اسمه، كان واحد اخر جا اللي غادي يكون قبل عبابو، وهو الكولونيل البوزيدي. الكولونيل البوزيدي هذا لما انتقل الى اكادير، وقيل رحمه الله خرج برتبه الجنرال. كان عبابو هذيك الساعه ملي كان هذاك في هذا البوزيدي في ارمومو، عبابو فين كان هذيك الوقت؟ عبابو كان برتبه نقيب بالمركز الحاجب ديال التدريب العسكريه التي كانت تجرى، وكانت مراكز للتدريب مماثله لهذاك المركز، كمركز سيدي سليمان وكمركز بن قرير ومراكز اخرى. كانت في ديك الفتره اللي الحسن الثاني عطى اوامره باش يكون التجنيد الاجباري بدايه سنه 67، عبابو كان في تلك الفتره كان نقيبا، وحتى ذاك المركز يحكى بانه كان في وضعيه في حاله ده، ف أصبح في حلة أخرى من بنايات وإصلاحات، ويعني طورها شيئا. يعني كان واللي كان هذاك العام اللي كان ماجور عام للقوات المسلحة هو الجنرال إدريس بن عمر، هو اللي كان يعني القائد ديال الجيش من بعد الحسن الثاني في هذا الإطار. دريس بن عمر نقلوا المدرسة، جاء واحد اخر خلفوه، جاء هذا عبابو اللي جا المدرسة جا برتبة كوماندار، جا في لامواتي ديال السنة نقولوا، هذاك مشى هذاك شد 68 في 68 في تقريبا نقولوا في لوموا ديال ماي بحال هكاك، هذيك الشوية اللي بقى ديال السنة احنا قضينا دار في هذيك، يعني كمل هو السنه في هذيك الفتره، ومن بعد بقى مسائل المدرسه. كان ملي جا ليه هو خلق منها شيء عجيب.
نعم. غنجيو للذكر ديالها، ماذا يعني الدور اللي قام به عباد بو داخل المدرسه الحركيه لصناع انذاك؟ كيفاش تم التهيئ ديال مجموعه من التلاميذ اللي هما كانوا في المدرسه انذاك؟ تهيئهم لشي حاجه ما عارفينش هما، المهم كانت هي عيف الراس ديال محمد عباد بو اللي غادي يقود واحد المحاوله انقلابيه فاشله هي انقلاب الصخيرات. كنذكروا المشاهدين ديال قناه شوف تيفي اللي كيلتحقوا بنا بهذا اللايف باننا في حلقه مباشره معكم حول يعني بمناسبه الذكرى ديال انقلاب الصخيرات اللي وقع في 10 يوليوز في سنه 1971. هذه الذكرى هذه مرت عليها 49 سنه، باش كنرجعوا هذا الفلاش باك ورجعوا لها 49 سنه ما وقع. كنستضيف معايا سي محمد متقي الله اللي هو رئيس تنسيقيه ضحايا هرمومو. سي محمد متقي الله لبى الدعوه، جا غادي نقدموا واحد المجموعه من المعطيات من الكواليس حول ما قبل انقلاب الصخيرات. الان حنا وصلنا لواحد المحطه اللي كيلتحق بنا الان عبر هذا اللايف، وصلنا للمحطه ديال تعيين محمد عباد بو في مدرسه هرمومو. كما قال لنا سي محمد متقي الله، أهرمومو تعني هي أغمومو، يعني مخزن ديال السلاح، ماغازان داغمومو، مخزن السلاح بالفرنسية. هذه المدرسة هذه اللي غادي يولي عليها ديك الساعة رئيس اللي هو الكوموندو محمد عباد بو. محمد عباد بو ولا كوموندو في المدرسة. شناهي يعني جا دار واحد المجموعة من التغييرات، يعني كما كنقول خربق المدرسه، عاود خلق واحد الحركيه فيها. كيفاش تبعتوا انتم ديك الامور اللي دارها؟ هو هي ماشي هو ما خربقاتش، وانما هو جا مع واحد الطاقم بعدا. بدل غير بدل غير ولكن كان هذاك الشيء ايجابي وجميل. يعني كان كما قلتي جا مع بعدا طاقم من الحجب اللي غادي يخدم معاه في الخدمات العامه، يعني ابار لي زيليف هذوك راهم سوسون دي زيليف تيقراو، خصنا دوك اللي غادي يخدموا المدرسه، فيهم بنائين، فيهم صباغه، فيهم جميع الحرف كامل، لا الحرف كلها وبأطور تسهر على خدمات الخدمات. يعني كانت خدمات صوب واحد الشاطو دوك الشاطو دو اللي راه خزان راه لا زال شاهدا عليه في المدرسه. دار اون بيسين كي نقولوا تقدر تكون بحال دوك المسابح الاولمبيه، صوب سميتو بدل بعض الهندسات في بعض الاشياء. حنا في ديك الفتره هو كان تيخدم شي خدمات ولكن حنا لا ندري ماذا يعيد، ما عارفينش ولكن غادي نقول لك واحد النقطه اللي هي غريبه وهو المدرسه اللي بدات كانت ما تستوعبش واحد ليفيكتيف، يعني واحد المجموعه ديال كانت تدخل، الا دخلات نقولوا شي 300 بحال هكا وكذا، تيتخرج واحد الطرف ملي تيكمل تتبقى تيبقاو شي واحد اخر تيكملوا هما، يعني تيجي العام الاخر في وجه اخر، وتتداول هكذا الافواج، شي تيمشي شي تيبقى تما. حنا هذا الفوج اللي كنت فيه انا ديال الدرك الملكي، ملي مشينا حنا لهاد المجموعه ديال الدرك الملكي لقينا بعدا فوج اخر داخل في سبعة قبل منكم وهي امر غريب هذا، ما تيوقعش حنا ما عارفينوش، حنا باقيين التلاميذ باقيين نصوم دي بلو كما نسميو، باقيين حنا ما على صفحه بيضاء، باقي ما عارفينش شنو كاين، فهمتي. حنا جينا دوزنا امتحان، دوزنا هذاك الشيء دوك لي زيبروف الرياضه لا فيزيت ميديكال الى اخره، تختارينا حنايا. لقينا بعدا ديجا هذوك الاولين اللي سبقونا هذوك دخلوا في اطار الجيش، حنا كنا جينا على حسب الدرك الملكي، ولكن تدمجنا ما بقى لا هذا الدركي ولا محزن، فهمتي. اصبحنا بحال حيت نيفو واحد، تكوين واحد، التكوين كان تكوين صعيب بزاف للغايه. كانت فيه مرافق ديال التدريب، يعني كنقولوا كمسلك المحارب اللي كنقولوا بالفرنسيه لو باركور دي كومباتون، كاين في توت لي كازارن فيه دوك الحواجز كيفاش تنقاز، وخص تكون ديك السرعه وتكون وداك الرومبي تتمشي لتحت اللي فيه الضرب تتنقاز شي حويجات الى اخره.
هو بابوه كان دار واحد ستاج في الولايات الامم المتحده الامريكيه من اجل باش يترقى، وهذا الشيء يقولون بان كان مزيان معاه الجنرال ادريس بن عمر. الشيء اللي جعل ادريس بن عمر اختار المدرسه العسكريه باش غتشارك في الاستعراض مع الاشقاء الجزائريين بالاحتفال الفاتح من نوفمبر الذي يرمز لهم بانه يوم الثوره كما نقول احنا عندنا هنا 20 غوش او كذا، كان يوما وطنيا عيدا وطنيا، وتم الاختيار علينا احنا كمدرسه لضباط الصف. وتنقولوا يعني هذا الاختيار كان فيه شويه علاش اختاروا، حيت كان نقولوا كاين شي حاجه بيناتهم ياك. وهو كان عبابو في ذاك في تلك الفتره كان اصغر ضابط، يعني كان واحد عنده واحد الكاريزما قويه، كان واحد الحرفيه في بحكم التدريب اللي تلقاه في فرنسا واللي جا ثاني من الامريكان وترقى لرقبه مقدم يعني ولا ليوتنون كولونيل. وليك يعني تتشوف 800 واحد دخلت في عام واحد 800 دو باتايون عرفتي، وكثر الرواج في المدرسه. ولكن احنا بدا لينا بانه عادي، ولكن هي كي قلتي انت لربما من بعد غتكتشفوا بانه ماشي عادي، ما كانش المدرسه كتستقبل هذا النوع. وكان عندها باش نزيدك اخرى نقطه اخرى إذو فوا يعرفوها الناس اللي ما عارفينش، كانت ملحقه عسكريه للمدرسه بيسفروا تابعه نفس النظام، كان على راسها قبطان من دوك الاطور اللي كانوا نيابه، وعبابو كان يزوروها ويزوروا غير. هو كانت التحركات عنده في ذاك الوقت ما كناش نشوفوه بعض الاحيان بزاف، ولكن راه كانه كاين. دار واحد النظام عسكري، النظام ديال القانون داخلي للمدرسه، خاص بالمدرسه، ناهيك عن نخلي القانون العام ديال الجيش ككل. قانون مدرسه داخلي نعطيك على سبيل المثال، وهو التنقلات داخل المدرسه لا للجنود اللي هما نقولوا في الخدمات، ولا حنا حتى تيقول لك تو ديبلاسمون ا لانتيريور دو ليكول دو سو فيغ او با جيمناستيك، يعني ما يبغيش يشوف شي جندي غادي تكسوال ولا غادي بشويه ولا واحد يكون خاص تكون كنتو ثلاثه ولا اربعه واحد فيكم تيولي عليكم تيجمعكم ديروا جوج بجوج وتم غادي بكم با كادونسي يعني بانضباط، ماشي ديك العشوائيه بحال غادي مع انك صاحبك غادي يلا نمشيو للفويي ولا مش يعني الشيء اللي تيجعلك بعض الاحيان للغريب ومر على المدرسه وتيشوف من برا تتقول ما كاين فيها حتى واحد الا الحراس اللي يكونوا في شي اماكن تيبان لك بحال راه منتصب في حسب البلاصه راه الاخر تتبلك انت وهي الداخل راه فيها غنيال داخل حركه نايضه. كنبغيو نقولوا بانه الحلقه ديال اليوم كنناقشوا فيها موضوع اللي هو كيفاش خدع محمد عبابو، خدع التلاميذ ديال مدرسه هرمومو حتى انه قادهم لواحد الانقلاب اللي هو فاشل، اللي هو انقلاب السخيرات اللي وقع في سنه 1921 وبالضبط تحديدا في 10 يوليوز اللي هي غتحل غدا الذكرى ديالو اللي هي غدا 10 يوليوز. هاد الذكرى الأليمة كتمر عليها الآن 49 سنة. معايا ديما محمد متقي الله كنناقشوا الكواليس ديال ما قبل الانقلاب، كنناقشوا أيضا داخل المدرسة كيفاش عبابو كان كيهيئ الأجواء، ولكن تلاميذ الداخل ما عارفين والو، كان كيهيئ شي امر اللي هو كيعرفو غير هو، وبطبيعه الحال مع الشخص اللي هو نظم معاه الانقلاب اللي هو محمد أوفقير. سي والمذبوح كذلك. نعم سي 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 متقي الله. نعم حنا وصلنا لواحد المحطه اساسيه. نعم. كان واحد السؤال عندكم غامض. نعم. ولكن ما عرفتوش، غتعرفوه من بعد. نعم. كيفاش المدرسه ولات فيها 800 ديال البشر يعني الداخل كيتلقاو التدريب ديالهم نورمالمون. نعم. هي ما خصهاش تهز المدرسه هذاك العدد كامل. المؤشرات الاخرى حنا. نعم. نجيو للمؤشرات الاخرى. نعم. باش ندوزوا هذه النقطه. نعم. لان ما كي الوقت. نعم. ما كيرحمش. نعم.
المؤشرات الاخرى لداخل يعني النظام ديال اهرمومو داخليا، واش كان هذا النظام؟ هذا نظام صارم كما قلتي، ولكن فيه يعني الملكيه، نظام اللي فيه يعني الملك هو القائد الاعلى، هو بطبيعه الحال الملك ديال المغاربه كاملين، الولاءات كامله ديال الجنود بطبيعه الحال كانت انذاك. عبابو ايضا كان كيعطي هذا الانطباع هذا بانه ملكي في ديك المرحله. نعم. والغريب كي قلتي انت تنقولوا هذا الانطباع اللي لاحظتي، حيت كما قلت لك دابا سابقا بان المدرسه مثلت الجيش المغربي. نعم. فلماذا لم تختار الاكاديميه في المثال؟ هنا تيبان لك كاين شي حاجه مع الجنرال، مع يعني مشينا يعني ادينا الرساله كما هي في الاستعراض الى اخره. كي قلت انت هذه ديال ليفيكتيف، ليفيكتيف انا اتذكر مره كان على هو عبابو كان دو طون زون طون تيدير لنا دي كونفيرونس في واحد في قاعه السينما كيجمعوا فيها كل شيء، وفي السياق واحد الجمله ما بغاش تنسى ليا جبد فيها، قال ليفيكتيف دو سيت ايكول devient dangereux pour l'État. هذه بقات انا راسها في دماغي، بقات عاقله لي انا تنقول انا هما الاخرين يسمعوها ولا ما يسمعوهاش. نقطه اخرى كما قلتي ملكي، الملكي راه كان ملكي، كان ملكي محض كما نقولوا، وحتى الضباط كذلك، حيت كان هو كان انسان حازم صارم يعني في قراراته وفي تداريبه وفي كل تحركاته، لهذا يعني كانت له كاريزما في شي اشكال يعني كان كاريزما خاصه ديال كان يعني كان الحضور ديالو يخيف الجنود، يخيف حتى بعض من كان يخيف الجنود، حيت هو كما قلت لك كان يهابه. حتى شنو وقع؟ واحد الواقعه اللي وقعت وهو في واحد السنه بابو صيفط واحد المجموعه من التلاميذ ديال المدرسه باش يمشيو للدرك الملكي. نعم. باش يكملوا المسار ديالهم تما. مشاو ما مكتتش واحد الشهر ونص ولا شحال، حتى رجعهم هذاك اللي مشاو اللي كان في المدرسه العسكريه ديال الدرك الملكي، كان انذاك سميتو الكولونيل بوعزه ابو الحمص، هو اللي كان هذيك الساعه قائد الدرك الملكي. عبابو ملي رجعت هذيك الدفعه واحتفظ بوعزه ابو الحمص بفئه قليله، يعني هذا كان بحال مساس بالمدرسه واستخفاف يعني ما رضاش عبابو باش يعني بحال طيح به مصيفطو مني زعما نصيفطو. وهادشي علاش غادي ينتقم من بعد هذه هي نقطة يعني هذه نقطة من النقاط اللي تنقل بالسخيرات غادي يتم يعني غادي يموت غادي يموت وأمام يعني أمام الملأ أمر بقتله. نعم. غادي يعني حنا غادي مرحلة بمرحلة كما بغينا نقولوا، لأنه كان ميطو اللي تام دابا على واحد التاريخ. نعم. التاريخ هذا فيه المنسي، فيه اللي تقال، فيه نعم. وحنا بطبيعه الحال انت كشاهد على العصر، نعم. شاهد على اللحظه، نعم. انت دوزتي ديك المرحله، نعم. في مدرسه، نعم. هرموم، نعم. وكنتي تلميذ، نعم. انا ذاك كان عندك واقيلا يعني الكراد، نعم. ديالك هو عريف اول من بعد غادي نطلع ضابط صف يعني بمعنى الكلمه. نعم. خلينا نجيو لهذيك يعني المرحله اللي هو غادي تقال لكم بانكم كجنود ديال هرمومو غتمشيو ديروا شي مناور، هادشي اللي تقال لكم. نعم. غتعاود تعطينا هذيك يعني الانطلاقه من اهرمومو الى المنطقه اللي قال لكم فيها الدار فيها المناوره. نعم. في بن سليمان. نعم. وبايجاز. نعم. يعني باش ما نطولش عليك فيها، هي كانت الانطلاقه فجرا. نعم. كنا هذيك الليله بيتين قالوا لنا تعطاتنا اوامر في لافي باننا غننفقوا في جوج الليل، فقنا بالفعل، فطرنا الى اخره. كانت الشاحنات واقفه، كل واحد منتطل الشاحنه ديالو مع الرئيس ديالو مع النائب ديالو، وانطلقت يعني تعطات الاوامر، وداك الشيء مدروس. حنا ما تنشوفوا، حنا راه داخلين الكاميوات مباشرين،
ولكن ما يروج ما بين الضباط اللي ذاك اشياء اخرى مثلا. انتم واش قال لكم؟ قال لنا بانكم راه عندكم مناوره في بن سليمان. هذا هذه هي الاشاعه التي عمت واعتمد عليها حتى من بعض الضباط. احنا لا نخون الجميع او نقول بانه كان الضباط كان فيهم المعالم شعلال، ما كاين المعالم كاين توا، كاين بزاف الامور اللي وقعت. على كل كنا خرجنا ديك خرجه يعني في الصباح، دزنا على زكوطه، دزنا لواحد البلاصه في الماء سميتها المايا، كانت لينا اول محطه غادي نوقفوا تما. وقفنا واحد الهنيه هذه لواحد المده زمنيه قصيره من اجل الاستراحه، من اجل التبول، شرب الاطراق الى اخره. شدينا الطريق ثاني غادي حنا، كاين اللي نشط، كاين اللي ناعس، كاين اللي يغني، كاين اللي تيدوي هو وصاحبه، كله كيفاش هي مناوره بطبيعه الحال. ما غاديش يعني الامور غادي تدوز عاديه، شكل الروتيني ديالها. حنا كنا كننتظروا علاش في هذيك اللحظات الاخيره ديال السنه ملي تنهى هذاك الشيء ديال الدراسه ولا شيء، حنا كنا فرحانين. التخرج اللي غادي يتخرج، اللي غادي يمشي شي بلاصه اخرى يكمل. انا كنت غادي للدرك الملكي هذاك العام 75 واحد لا ليست مع القاء متقي الله محمد في لا ليست غادي تمشي، لكن ان شاء القدر يعني داك الشيء تحرفات تحرك. هذيك الوقفه وقفنا في زقوطه، زنا ثاني وهادشي راه مباشين، حنا راه ما تنشوفو برا والو، بحال هز بحال شي بضاعه غاده ما عرفاش فين. جلود بطبيعة الحال الكاميون ديال في كاميون في 25 واحد 25 واحد فيه الرئيس والشيفور والشاف دبور، هما اربعه القدام وحنايا 25 اللور. 25 شاحنه. عاد خلي سيارات اخرى من نوع جيب فيها اسلحه ثقيله وفيها فروق اللي ديال التدخل وديال شيء اخرى. هي نورمال، هي في العادي يعني غديروا مناوره واش غديو كاع العدد هذا ديال الجنود، هذا العدد ديال دابا احنا ما تثار السؤال نظرا لحداثه سنينا وعدم خبرتنا. احنا ماشي مدوزين في الجيش واحد ما عرفناش حاجه، وما عمرها تتصور لك انت في دماغك، انت مسيس ما منقب ما عندكش معطيات، ما انت معارض، انت مواطن باغي تعيش، باغي دير يلا بدي حياتك، يلا باغي تزوج، باغي تبني حياتك، باغي. دابا اللي وقع وهو مشينا على ذاك النمط غاديين، واللي لاحظنا وهو ان السرعه ديال الشاحنات ما كانتش بديك يعني ذاك الشيء غادا بواحد فيتاس خفيف بطيئه وهي راه كاينه اشياء اللي هي علاش على الطريق فاس ما دزناش، دزنا على سيدي قاسم، دزتو على سيدي قاسم. سيدي قاسم من سيدي قاسم قنيطره الطريق الرباط الغابه غادي يكون لو دوزيام اري، دوزيام اري غادي نوقفوا في القنادل. وقفنا عبابو هذيك الساعه ما كاينش معانا حنا، عبابو راه في القصر راه مع الاحتفال راه من الناس الرسميين. نعم جا تما يعني داير الوقت، جا الغابه في القنادل قالوا لنا ديسوندي وزافي كيلك مينيت دو روبو، هبطنا حنا وعبابو جاب لباس مدني ومعاه سميتو مع شي شخصيات حنا ما غاديش نعرفوهم كاملين، شخصيات جاو معاه شي بطوموبيلاتهم وتجمعوا، وقال لي زوفيسي اموا اللي شاف دو كوموندو جمعهم، تيبان لينا راه تيهضر معاهم تيرسم تيخطط شي حاجه في الارض يعني بحال تيرسم لهم شي بلون كيفاش، وما تيشوفوا هما. حنا بقينا الوقت اللي رجعوا الضباط ديالنا كل واحد رجع للكوموندو ديالو قالنا اونباركي، الامر اللي استعطانا وهو نهزوا البيشون نعريو على ما بداخل الشاحنه، شارجيو لي زارم اي سوي بري اتو مومون. قال لكم غادي ترفع دابا داك الستار اللي كان في الشاحنه، غادي يوليو تشافوا انتم في الطريق، وحنا تشافوا وحنا غادي ناشطين حنا مع البيبليك راك عرفتي، والذخيره بطبيعه الحال غادي تعمر في الاسلحه ديالكم. غاديين يلا شدينا الطريق الشاطئيه بحكم حنا اللي في المدينه وداك الشيء عرفنا، قلنا راه غادي نيت على بنسليمان، ومعنا ناس ما عارفينش حتى فين، كانوا ناس شي من الجبالة شي من هكا من هكا، نعم الناس اللي في الداخل ما غاديش يعرفوا ديك الطريق الساحليه، كاين اللي شاف المحرقه واقف تيشوف. فاذا به
تعرضت الكوفة، أنا كنت في الكومودور 24 يعني ما قبل الأخير، واللي كان في الإمارة ديالي تحت الإمارة ديالو وهو الشيكر أحمد الله يرحمه برحمة الله، كان هو الشيف كومودو مع واحد سيرجون سميتو بوتنفيت. قدامي في الفان تروا الكومودو اللي قدامي فيه الرئيس الله يرحمه محمد الرئيس، محمد الرئيس، الرئيس قدامي في الفان تروا، أنا في الفان كات، وكاين ورايا بلوتون أخر 25 هذا هو الفيكتي. تدخلنا لواحد عرجات الشاحنات ودخلت على اليمين تنديروها هاتي بلينا ملعب ديال الغولف والشجار وشي. دخلنا الداخل الرئيس نزلت يغوت مع ديك الاكتيفيتي عنده وعنده ديك علي ديسوندي ديسوندي تيري فيلوسير افونسي يعني ضرب وزيد. بدينا كنزحفوا الناس يعني ما عليك الا تمتثل. انا شخصيا تيريت. واش تغير الخطاب هنا حسيتوا بانه تغير الخطاب ما بقاتش مناوره؟ اش قال لكم من بعد؟ انا جايك دابا دابا راه خصك تقول لي انت اشنو احساسك واشنو شعورك من اللي دخلتي وكون شفتي داك. حيت ملي غتدخلوا تما غتعرفوا راسكم على الاقل بانكم في واحد البلاصه ماشي ديال المناوره اللي في بن سليمان. انا جايك دابا حيت ما قالوش نق، ما قالوش نق. ما قالوش القتل، هو قال لك ضرب في السماء. ضرب في السماء. وكيقول وكان تعطات الاوامر على ما يقال في جهه اخرى. هي شفت بعدا اش وقع؟ راه تقسمات الكونفوا في ذاك التخطيط اللي كانوا يخطوا، راه قالوا سيدي الكونفوا غادي تقسم على جوج، هاد القداميين هادو 12 قدام اللي كاينين قدام غادخلوا من هاد لابورت، كاينين دو بورت في البالي، واحد من هنا وواحد من ليه، هادو غادي للدار بهذا الطريق ديال البالي. هادو اللي القدام في المثال دخلوا من هاد لابارتي هادي، حنا دخلنا من هنا سكيفي. هادو اللي هنا رئيس سكروي بان حنا راه حنا معاهم، بدا الضرب من هنا، راه ولا الضرب جاي من هنا ومن هنا. اش تولي تقول هادو كاينين دي زينيهم وراه صحاب لهم فهمتي، وهي راه مرونه هنايا. هادشي اللي تقال لكم هو كاينين اعداء يريدون التربص. اللي غنقول لك انا اشوف التصور ديالي انا داك البسيط في ذاك الوقت، انا ملي دخلت ملي شفت ذاك المنظر تيريت ذاك الشارجور وبديت افونسي شويه، قلت انا بديت نشوف لا كاين شي كاميرات تتصور زعما انا راه عايق راه ما تيبان لي لا كاميرات لا والو. زدت واحد المسافه لقيت واحد ميت تما، تغيرت عندي الرؤيه، قلت ما يمكنش مراوره او شيء من هذا القبيل باش يكون فيه واحد طريقه اللي قال لك جو تهابيده. فراني ما بقيت وليت شاده. انا داك عيب باش نمشي معك سي محمد المتقي. انا داك غادي تبدا تفهم بانه راه ماشي مناوره، راه شي حاجه اللي هي ماشي ماشي بن سليمان. انا ماشي بن سليمان، فين غادي نكتاش بن سليمان فيها الشاطئ؟ انا جايك لا ما فيهاش الشاطئ. واولا اللي زادني يقين وما وبما رايته كاين واحد الصور في الشاطئ مصوب منمق بذاك الحجر الاصفر الكبير بيان ديكوري، وفي ذاك اللوغو ديال الملكيه، فيه الصخيرات الفوق بالنحاس كبيره بحروف بارزه تضرب الاشعه الشمس تعميك الى زيت عينك فيها، وواحد السكه الماشينه فيها واحد تروا فاغون بيان فيرني افيك دي فيت داك الخوامي وداك اللوغو وداك الشيء زعما. وعاد خلي لي كوفتير اللي كانت هي حاطه رابضه فيه، هي اللي غادي قلت لك غادي تفرش المنظر باش غادي يطلع، غادي يمشي هو يطلع العباب وغادي يمشي الى الرباط. انا ملي شفتو كاك وليت شاد الميتري والضرب تسمع باق، انا شريت الباح وما بقى لا رئيس لا مرؤوس، اختلط الحبيب بالنبي. وقع يعني هاد الاجواء. رجع لك ملي طلع باختصار، ملي طلعت لي الكوبتير، ملي طلعت لي الكوبتير عبابو حيت بحال التعيا الاخر صافي في الظهر اللي ما دارش معاه داكشي اللي دار معاه كانوا متفقين عليه على المذبوح داكشي. قال الخو بقى انت مع التلاميذ ولوتر بارتي غادي تمشي، مشاو هما جراو. حنا بصالح العباره ماشي بقينا عمدا، حنا مع الكاميوات بعاد وداك الشيء وما كاين غير كسير يزيد، مشاو بقينا حنا تمايا تقريبا شي 120 واحد. بقينا كان عبابو باقي معنا، حنا راه معنا توحد الله.
وذاك العساكر اللي كاينين ولا دوك الضيوف ما كاين غير خرج برك له هاي ريح كايو تيدير الله. واحد اللحظه هي فين غادي نكون انا بالرشاش ديالي تايه انا بحال كما تايهين وما تنسمع متقي تنتلفت تلقى واحد الصديق راه لا زال حي على قيد الحياه يرزق بن محلة محمد ساكن في مدينه مكناس. قلت له واش داكشي؟ قال لي بالحرف بحال ما قالش لي حاجه، قال لي معلم. تنسرح عيني انا في اتجاه البحر فين كاينين دوك البنغالوات وشي تيقول لي شي خمسه نقول لك سته الناس جايين هازين يديهم جايبينهم واحد ثلاثه الدراري من لا بروميران يعني باقيين يلاه داخلين هذاك العام اللي فات يعني ملي جايبينهم ما عارفينش جاي الحسن الثاني وسط منهم هازين يديهم انا مشيت تنجري قلت زعما نعلم شي اخوان رجعت للمكان اللي غادي نقول نلقى فيه ما لقيتوش زدت واحد شويه تلقاه واقف مع ثلاثه الناس والله شهيد على ما اقول واكررها واعيدها ما شاهدته هذه الاعين هذه ثلاثه الناس لقيتهم مع مديح حميد رافض الحق توفاه الله بوطيب محمد كذلك توفى التحق بالرفق على توش حال منذ زمان هو وهذا حميد الثالث لا زال حي ومرزق الان لا سميتو بوسلهام العظم من مدينه القصر الكبير هذا توا شاء قدروا معاه الثلاثه استفدوا ما تشدوش انا جيت انا وقفت انا هو الرابع يعني هما ثلاثه هو الرابع وانا الخامس الحوار اللي دار ما بين هذوك الثلاثه والحسن الثاني ما سمعتوش انا جيت وقفت لقيت الحسن الثاني غادي يجاوب قال لي موليداتي هذا الشيء ما كاينش الله يدير لي دار علينا قراوا معايا سوره الفاتحه انا شرحت انا هذا الجواب بان قالوا لي راه حياتك كذا كذا في خطر حنا جينا نحميك وهو قال لنا وليداتي ما كاينش هذا الشيء واحد الشخص من الاخوان ديالنا بديك الفرحه مع شاف وقع هذاك الانفراج تيرا شي رافال السماء حسن الثاني قال واش وقع عندكم مينيسيو قلنا ليه قال لك ديشارجيو لي زارم ديالكم يعني خويهم يعني تاتلتو بطبيعه الحال نعم نعم تكلمتي تالتام كنعاود نذكر المشاهدين ديال قناه شوف تي في اللي معنا على هذا اللايف المباشر باننا في حلقه ضيف خاص معنا في هذه الحلقه هذه الضيف الخاص اللي هو محمد متقي الله اللي هو رئيس تنسيقيه ضحايا اهل مومو كنناقشوا بطبيعه الحال الكواليس ما قبل انقلاب الصخيرات اللي وقع في 10 يوليو 1971 والان مرت 49 سنه على هذا الانقلاب الدموي بطبيعه الحال كان المخططين ديالو هو محمد عبابو وهو المذبوح وهو افقير في الكواليس اللي انا مور هذا ما غاديش يظهر ولكن غادي يتكشف من بعد في الانقلاب ديال 1972 نعم في انقلاب الطائره الملكيه المعروف واللي غادي يكون غادي الخيانه ديالو بطبيعه الحال انا ذاك غتوضح 100%. سي محمد متقي الله مرينا بواحد المجموعه من المحطات ديال كيفاش اولا هاد المدرسه هادي جاليها محمد عبابو ثم جينا للمرحله ديال كيفاش غادي يتنظم الانقلاب وهم التلاميذ ديال المدرسه ما كانش في العلم ديالهم حتى شي حاجه تخدعوا كان عبابو انا ذاك قال لهم بانه غتكون واحد المناوره في مدينه بن سليمان فاذا به كينحرف بهذيك المسيره ديال الجنود وكيدخلوا الى منطقه اخرى اللي هو قصر الصخيرات في 10 يوليو 1971 كان انا ذاك الاحتفال بعيد الشباب 42 كاروندو كان انا ذاك الاحتفال بعيد الشباب ديال الملك الراحل الحسن الثاني طبيعه الحال انتم ملي عرفتوا ملي الملك قال لكم الله يدير اللي دارها لينا انا ذاك حيدوا يعني خويو لي شارج ديال السلاح لانه كان اللي يطير في السماء كان الامتثال عاودنا هذيك اللحظه هذيك شنو هو الشعور ديالك انت كنتي وسط هذاك الحدث انت كنتي من القلائل الاولين اللي هما غادي يتلاقاو مع الملك الراحل الحسن الثاني وانا ذاك غادي يبايعوا وغادي يخويو السلاح ديالهم وغادي يقدموا فروض الطاعه والولاء
عودنا هذيك اللحظه بالضبط، هذيك اللحظه الحاسمه، هذيك اللحظه الحاسمه يعني باش هي الصوت نعم نعم يعني كما قلت في هذه النقطه بالذات، يعني هذه النقطه ديال التحول اللي هي تكشفات يعني في تلك اللحظه، يعني مساله ما كناش كنتوقعوا بان غادي نكونوا في هذا الوضع، ولكن كما قلت بمجرد ما اكتشف ملي ظهر الحسن الثاني، يعني تنقولوا ظهر قائد اعلى. نعم ياك نحن تحت اللواء، كنا احنا تحت اماره عبابو، وعبابو كان تحت اماره القائد الاعلى. نعم قائد الاعلى يعني كنا احنا من اللي بان القائد ديالنا امتثلنا كما قلت. نعم. وازرناه وقرانا معاه الفاتحه، وكان هذا شرف كبير لنا احنا في تلك اللحظه، وكان وعدنا يعني وعدا يعني كان كلاما ذهب مع الريح في تلك الفترات، واللي هذا شيء من الاشياء اللي تحز في النفوس، تحز في النفوس ديالنا احنا كمجموعه ككل، حيت كانت هذه الحلقه بالضبط كي قلتي هي حلقه محوريه، هي اللي اعطات نقولوا واحد انطباع عند بعض الناس بان المغرب يعني حفظ الله نقولوا من بعد بعض الاشياء لا تحمد عقبها يعني من بعد، ولكن احنا بقى فينا الحال احنا كتلاميذ في تلك ما يعني تشمتنا ماشي يعني ما كانش داك الشيء جزائنا، كان تشريد، كان جزائنا تشريد رغم البراءه، احنا حكمنا بالبراءه في المحكمه وبراءه من 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 العائل انذاك، يعني تعتقلنا في سجن يعني. كاين اللي كيقول لك سي محمد متقي الله، وانا عاي كنتبع الاراء اللي كاينه، هو كاين اللي كيقول لك بانه سي محمد متقي الله ما كانش في ديك اللحظه قدام الملك الراحل الحسن الثاني. اش يمكن لك تقول هذا الباب سيدي يقول اللي بغى يقول، كل يتحمل مسؤوليته، وانا لدي وثيقة تثبت ما أقوله وما قلته. ممكن تورى الكاميرا معلومة ها، وهذه وهذيك ها الأخرى، ها هي ثلاثة بهم اللي بغيتي كاع تدوزهم، ها هذيك تبان مع كتب هذيك مزيان. نعم نعم دير زوم المخرج، كنطلب المخرج يدير لنا زوم على هذا الوثيقه هذه باش خصها تشاف. هذه الوثيقه اش فيها سي؟ هذه هي هذا المحضر. هذا محضر هذا. نعم انا تذكرته، هذا بشي جبته في 2009 من المحكمه العسكريه، ها الصفحه الثانيه، هذا جبته في 2009، وهو عباره من اللي مشيت للمحكمه جبدوا لي الارشيف، جبوا لي واحد الفورميلير كنا عمرناه هذه سياره هذيك خلاها باش تبان مزيان. واش واضحه الوثيقه؟ ما عرفتش واش كتبان. المهم غادي يشرح لنا السي محمد متقي الله الفحوه ديال هذه الوثيقه هذه، ونقدروا نشروها من بعد في قناه شوف تي في. انا ذاك الاطلاع عليها بشكل افضل. هاد الوثائق اش كتقول سي؟ هاد الوثائق فيها كانوا يعني كنا تعرضنا لعده يعني صمتوا لينا شحال من لا بوليس جيديسيير، العسكر، الجدرميه، كاع الفروق المعنيه في هذا الاطار. هذا ملي اكتشفت انا ملي جبتو ومشيت واحد الخطره اخرى للمحكمه باش نآزر واحد الضحيه معايا باش يسحب حتى هو شي نسخه، ودوك الناس اللي في المحكمه دوك الجنود اللي كاينين الان واحد فيهم جبد لي واحد الورقه كاتبها انا. هي ماشي غير انا اللي عندي هذيك الورقه، هو فورميلير فيها شنو دي كيستيون، يعني هذوك النقاط اللي كاينين هنا راه كاينه اسئله وهذيك الاجوبه عنها بالفرنسيه. داك الجون مسكين هذاك السيد قال لي دار لي السي متقي شو هذا قلت له الكتبه ديالي، يعني واحد الورقه صفارت وفيها الاسئله وانا معمر بالستيلو، هذاك الشيء اللي كاتب انا بالستيلو هو اللي كاين تما. قلت لي على هذه الاجابات ولا الاجوبه ديالك في المحكمه؟ لا هذا في التحقيق. التحقيق نعم. وكان التاريخ راه كاين التاريخ باش تعرف لو 13 سبتمبر 71 او 8 ريدمي. نعم نعم نعم
والناس تتشكك تيقولوا ما كانش ما كانش، واش هذا انا كتبته بيدي، واش انا جاوبت عليه في اكلو لو 13/9/1961. اه بقى القضيه مازال 71. واش انا غادي نغير شي نقول شي حاجه انا ما عشتهاش؟ راه وليت تنشك في نفسي، تيقولوها في الكواليس، ولكن ملي مشيت خرجتو قلت واقيلا انا راه تنهيط هذاك، كنت انا هار لي الفريخ وصلت زايمر. والله العظيم والله العظيم الا خديته غالي على رجلي شنقول لك في الرباط ثلاثه المرات وانا كنلحق شي جريده تريح وكنجبدو كتقرا تنقرا تنعاود كتعاود. لا ذكرى من الذكريات، لا ذكرى من الذكريات. ودابا والناس يكذبوا كيحكذبوا كيحاولوا ينسفوا كاع هذيك التاريخ باش يحبطوني ولا لا تيبغيو يحبطوا الانسان وتيبغيو يديروا ما شاء الله. انا ذاك يعني بطبيعه الحال قدمتوا البيعه، فروض البيعه والطاعه الولاء للملك محمد الملك الحسن الثاني انذاك، اللي تم من بعد معروف يعني في السياق ديال محمد عبابو غادي يمشي غادي يقود ثاني غزوه اخرى ثاني في الرباط، وغادي يكون انذاك غادي يلقى المصير ديالو على يد واحد من الجنود ديالو اللي كان هو اليد اليمنى ديالو. ممكن تذكر لنا اخر ديال كيفاش توصلت للعباب ومات؟ ما حضرتش ولكن تبعتوا الروايات الروايات ديال الاخوان اللي عايشوا. حنا كنتبعوا دابا عباب ومات اللي تعين نعم حتى النهايه، حتى انه خدع التلاميذ ديال مدرسه هرم امه. كيفاش خدعهم؟ عن طريق واحد المجموعه من السياقات بطبيعه الحال ذكرناها في بدايه الحلقه اللي كيلتحق بالحلقه الان. ذكرنا واحد المجموعه من الامور نعاودوا نذكروا بها، اللي هي كان واضح فيها انه محمد عبابو خدع واحد المجموعه من الطلبه في مدرسه هرم امه. كان انذاك زاد في العدد ديال الناس اللي هما كيلتحقوا بالمدرسه، حتى ولا ان المدرسه فيها 800 ديال الملتحقين الجدد في التدريب العسكريه. انذاك حط واحد القانون داخلي صارم اللي هو داخل المدرسه، اللي هو سواء كان حاضر سواء ما كانش حاضر فكان هذاك القانون الصارم. اعاد بطبيعه الحال بناء المدرسه، ماشي بناءها وانما ترتيب الاجواء داخلها، وجاب كل الفرق باش ما تعرفش حتى شي مؤامره داخليه ولا حتى شي امور اللي هي داخليه، فجاب فرق خاصه ديالو من بنائين ومن حدادين ومن نجارين وغيرها من الامور. ثم ايضا كانت فروض الطاعه والولاء لملك البلاد بطبيعه الحال كتأدى في المدرسه كما هو سائر، يعني ما كيبينش حتى شي اشارات بانه ربما انه انزاح عن السياق العام. في الترتيب ديالو لهذيك يعني هذاك الانقلاب الفاشل، فغادي يقود واحد المجموعه من التلاميذ، غادي يقودهم في طبيعه الحال واحد الشاحنات على اساس انه غتكون واحد المناوره في مدينه بن سليمان، ثم غتنحرف هذا المسير ديال هاد الشاحنات هذه الى قصر الصخيرات، وتقال من تقال لهم انذاك انه هنالك مؤامره ضد الملك. وصارح العباره هو انه محمد عبابو كان يخدع جميع الجنود الذين كانوا معه، وقاد بطبيعه الحال هاد اللي بغينا نقولوا هذا الانقلاب هذا بطريقه اللي هي عشوائيه في كل الاحوال. سي محمد يعني هذه الحركه كلها اللي دارها محمد عبابو، قتل المذبوح اللي هو كان مشارك معاه في الخيانه، ثم بعد يعني محمد أفقير ما كانش باين في الصوره، ولكن هو كان على علم بالامور كامله، وغادي ياخذ بل انه غادي يترقى من بعد غادي يولي وزير الدفاع. قائد العام نعم غادي يولي هو يعني مكلف بالجيش بصفه نهائيه، الى غتوضح الامور في الانقلاب ديال 1972 في الطائره الملكيه 18 غشت على ما اتذكر، يعني 18 غشت 1972. نعم وغادي يقع كما كنقولوا في شر اعماله، وغتكون النهايه ديالو. محمد عبابو غتكون النهايه ديالو على يد احد الجنود ديالو اللي هو اعقى، حسب ما يحكي الجنود الذين كانوا متواجدين في القياده العامه لما يعني اقتحمها العقيد عبابو.
ومن معاه من الجنود ومن ضباط الصف إلى آخره. يعني وتدخل في تلك الوقت تدخل الجنرال البشير البوهالي الذي كان آنذاك هو القائد، هو كان قائد أركان الحرب العامة، طلب من عمامه بأن ينسحب من يعني دار فيه، يعني دار شيء أشياء أنا ما حضرش لها، يقول لك يعني دار واحد الحوار بيناتهم، يعني خرج عليا الكلاب ديالك، وقف هذا الشيء الآخر تيشوف راسه بعدا هو تبليس عبابه مبليسي ديال ديبار من الأول في الكتيف ديالو تبليسه بالسخيرات سخيرات هو وقي صامدا حتى آخر. وملي هذاك ما بغاش يسلم ليه وقع تبادل الضرب، بحال قلنا بحال داك لو ديال ادو، هذاك ضرب وهذاك ضرب بالطريقه ديال الافلام ديال الويستر. نعم على الطريقه، هذا خرج الفردي الاخر خرج الفردي، هذاك صفى عباب وصفى الجنرال بوهالي وهو تصاب بقوه في الرصاص، فلجأ بان يطلب من المساعد الاول حروش حقا يقال، ولكن هذا الشيء ما شاهدتوش انا بامي، يعني لانه قال له تيري فيا وتيري في الدراري ما تخليهمش يتعذبوا من ورايا، يعني قتلني وقتلت حتى التلاميذ. الاخر تردد في الاخر قال لي راه اخر امر تسمعوا من عندي. فكان الامر يقال بانه قتله، فكانت نهايه بحال دوك الافلام ديال الوستر كي قلتي ديال هادو اللي سبق صفى الاخر والاخر وسقوا هما بجوج. هنا هذا هو الكلو ديال يعني ديال الكومبلو. اخر محطه ديالنا في هذا الحوار المباشر مشاهدي قناه شوف تي في، اللي غتكون هي الختام ديال الحلقه ديالنا مع السي محمد متقي الله. تاسست من بعد واحد تنسيقيه الضحايا اهل مومو، وصلت الان لواحد المحطه حاسمه طبيعه الحال. هذا الملف هذا ديال الضحايا ديال سنوات الجمر والرصاص بمبادرة بطبيعة الحال من الملك محمد السادس منذ العهد الجديد، فتحات الأمور ديال التعويضات للضحايا. انتم فين وصل هذا الملف ديالكم الآن؟ احنا اولا كضحايا في بداية الأمر كان البعض يشكك في هذا الملف بأنه سيجد مكانه، سيجد نفسه او يجد موطئ قدم في كباقي الضحايا الذي من مختلف المشارب من السياسيين على التحول اللي وقع يعني في المغرب ديال العفو اللي وقع على الناس اللي كانوا في السجون السريه والناس اللي كانوا منفيين الى اخره. انخرطت انا شخصيا بدايه تقدمت بطلبي في سنة 1999 للمجلس للهيئة المستقلة للتعويضات التي تم استسهال الحسن الثاني في حياته، وحدد يعني المدة من بداية من 56 إلى 1999. الحسن الثاني أراد أن يعيد النظر يعني بضغوطات من الخارج ومن تحول في إطارات حقوق الإنسان، قال لهم هذا الشيء نبغي يتطوى ما يبقاوش هذه الملفات، ولكن ما حددش قال من 56 ل 99 نحن تحنا داخلين في هذا. فملي بغينا نخارطوا لقينا شويه الصعوبات، تيقول لك انتم انقلابيين، كاين اللي خوننا تيقول لك انتم كنتوا خونا كنتوا قتلاء فعلتم تركتم. رغم هذا احنا ما تيهمناش، انا احنا كي تيقولوا هما كاين شي البعض اللي تيقول لي انا خائن، تنقول لي باش خونتيني يا خويا، انت ضيف على القصر، انت ضحيه ديال القصر، الا تصبتي انت حد دابا دوك اللي ماتوا العائله تيقولوا لنا حنا بان قتله، اودي حنا راه ماشي قتله، راه مات منكم انتم 100 ماتوا منا حنا 111، هذيك ال 100 اللي ماتت ديالكم انتم هذوك كنتم ضيوف على العاهل الحسن، وانتم تم التغرير ديالكم. وحنا لا وحنا تم ماشي التغرير، وفي نفس الوقت القانون العسكري يفرضون نفسه في كل جميع الجيوش، يعني لي زوردر دو تيتر اكزيكيتي،
دو فو سوبيريور يعني كوم يلفو ما كاين لا نقاش لا والو. لكن إذا جينا لهذه النقاشات ما نساليوش. المهم استطعنا الملف الآن استطعنا وقال الطريق ديالو للحل ماشي من السهولة من المكان باش وصل. غنعطيك نبذة بسيطة قصيرة في إطار تنوير الرأي العام. انخرطنا في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بداية، انخرطنا فيه لما كان ملي كان لا ديك الساعه مات ادريس بن زكري، كان سميتو كان حرزني احمد حرزني في المجلس الاستشاري. من المجلس الاستشاري كان تغير ثاني المجلس الوطني. المجلس الوطني كان تراسه ادريس يزامي، وكان الامين العام الصبار تختار كامين. الصبار كان معنا بالمنتدى وكان تبنى الملف، تبنى وفرضه على الدوله بان يؤخذ بعين الاعتبار بانهم تم ضحايا ابرياء كذا كذا. يعني بقينا مواصلين يعني بعده طرق، بوقفات، بمسيرات، درنا قافله في 2011 مشينا للمدرسه لعين المكان، يعني احتجينا بطرق سليمه يعني. وفي الاخير يعني في هذه العشرية الأخيرة في 2019 يعني جاب الله تحل المشكل. يعني نعم. بان لنا واحد مع التعيين ديال وقيلة ديال الأخت الرفيقة بوعياش، يعني الجبر ديال الضرر، عطاونا واحد الجبر الضرر. يعني احنا قلنا هذا بعد اعتراف ضمني، وهي بنفسها في ذلك اليوم اعلاميا قالت لك اودي نحن نعتذر لكم. كان تعويض ديال الجميع اللي عنده الميركات اللي عنده. نعم. اللي عنده تنقولوها ونكرروها باش يفهم الراي العام. الراي العام اللي تيقول شي اشياء لا علاقه لها. احنا راه كنا اكثر من احنا كنا جينا من اهرم امو بعدا باش نوضح مزيان. اللي ملي انطلقنا من اهرم امو كيما نقولوا احنا الصخيرات، راه كنا ما يزيد عن 1200 نفر بما فيهم جنود وتلاميذ ضباط الصف وبأطور وبضباط وكذا. لما تحاكمنا بعدد 1081، إلى درنا طرح 1081 من 1200 وكذا، أين هم هاد الناس اللي هما الآن باقيين؟ حنا كنغوتوا ناضلوا عليهم ما عارفينهمش لحد الساعة، مجهولين المصير. ناس باقا الآن حية في الوثائق ولكن قبورهم أين هي؟ أو مسجونين أين هم؟ لحد الساعة هذا هي من النقاط اللي تندوي عليها. وكندوي على كما قلتي هذا الانفراج اللي وقع، استطعنا بمساعدة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في إطار جبر الضرر 367 حالة. 367 حالة راه ما ساهلة شيء. نعم. فهمتي؟ يعني بلغنا قمنا بواحد المجهود، وحنا ماشي صافي قلنا 367 367 شخص ياك. وحنا ما قلناش صافي وقفنا، وهذا الشيء قلته امام المناء وقلته في الاعلام. مازال النضال مستمر ديال التنسيقيه. نعم. كنبغي نذكر بانه حلقه اليوم كانت مع سي محمد متقي الله. عدنا بطبيعه الحال الى ملف انقلاب الصخيرات اللي كتمر عليه 49 سنة الآن. ذكرنا بطبيعة الحال مجموعة من الكواليس ما قبل الانقلاب، وذكرنا على الخصوص التجربة ديال محمد عبابو اللي قاد فيها واحد المجموعة من التلاميذ داخل المدرسة بالخداع، وأيضا بمجموعة من الأمور اللي كان فيها مكر، ودفعهم إلى أنهم ينضموا واحد الانقلاب فاشل دون العلم ديالهم. وبطبيعه الحال غادي ينال في الاخير جزاء هذا العمل ديالو. وكنشكروا سي محمد متقي الله اللي هو رئيس تنسيقيه ضحايا اهرم امو على تلبيته الدعوه. بطبيعه الحال كنبغيو نذكروا جميع الاخوه اللي معكم في التنسيقيه بان الملف مازال مستمرين فيه، مازال النضال فيه. يعني 367 ياك. نعم. 367 اللي هما تم التعويض ديالهم. اخيرا وصل هذا الملف هذا للحل في المرحله ديال امين ابو عياش. نعم. مازال الملف مستمر. مازال سي محمد مازلتي انت هو رئيس التنسيقيه نذكرو. تالي الملف مازال مستمر، مازال طريق النضال ايضا مستمر. كنشكركم على هذه المتابعه.
وكنشكروا سي محمد متقي الله على تلبيته الدعوه. العفو. كنشكركم جميعا والى لقاء قادم ان شاء الله.